هنبدأ زي ما الأستاذ طلال تفضل من عند الأستاذ راوراوة هنا، هيسحب أول كورة، هيقول لنا النادي اللي هيسحبه. أهم شيء ما يكون مولودية. يلا. أول نادي. كيف الأعصاب يا إخوان؟ أعصاب مية مية. رئيس الأهلي يستنى هنا. على مين؟ اسم طويل. إيه راح حضرتك الأول؟ نادي الهلال السعودي. اللي بحك للكاميرا، نادي الهلال السعودي. الرقم. وين بتودي يا أستاذ سيد؟ الرقم. نادي الهلال السعودي هيبقى رقم. رقم واحد. يبقى نحط رقم واحد نادي الهلال السعودي. يبقى نادي الهلال أول مباراة هتبقى على ملعبه، أول مباراة على ملعبه، والإياب على ملعب الفريق اللي هيجي بقى رقم اتنين حسب ما يكون. تفضل أستاذ محمد. جامدة ساعدك هي لها تكنيك ترى بالضبط. النادي الثاني. مبارك طبعا كله قاعد مترقب رحلة الملايين. نادي الأهلي السعودي. الأهلي السعودي. الأهلي السعودي. تفتكروا ممكن يجي رقم اثنين؟ يا نهار أبيض. يلا. أستاذ سيد اثنين لو سمحت. الجماهير الطالب باثنين. يلا. خمسة. الرقم أربعة. 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 خلاص يبقى مش هيقابل الفريق الشقيق السعودي الآخر. على فكرة المملكة العربية السعودية هي الوحيدة في دور الثمانية اللي قابت أن يكون لها فريق واحد، فعندها فريقين طبعا الهلال والأهلي. بس الفرصة يعني متاحة لو وفق الناديين في الفوز حيكون نصف النهائي بينهم. لو بالضبط بالضبط يضمنوا فريق في النهائي. تفضل أستاذ راوراوة. النجم الساحلي التونسي. النجم الساحلي التونسي. رقم. الرقم ستة. رقم ستة. يبقى رقم ستة النجم الساحلي التونسي. يلا حطوا لنا الرقم. يبقى هيلعب الإياب على ملعبه. اللي بعده أستاذ راوراوة. نادي. نادي الرجاء المغربي. نادي الرجاء المغربي. رقم. رقم خمسة. رقم خمسة. إيه. يبقى الديربي هو تونسي مغربي. الرجاء المغربي هيلعب لقاء الذهاب على ملعبه أمام النجم الساحلي، والعودة على ملعب النجم الساحلي. يا ترى الاتحاد السكندري أستاذ مصلحي فين؟ فرق. نادي الاتحاد اسكندري. لسه بقول اهو اتحاد سكندري. قبل ما تسحب الكره دي تتمنى تبقى فين استاذ محمد مصلح؟ ها ثمانية ولا ثلاثة؟ ثمانية. هناخد من الريس. تتمنى ثمانية يعني انت انت عايز تبعد عن كل دول. طيب نشوف. ثمانية. طلع له 8 ب10 خطوة.
الرقم 2 2 يا ليلة بيضة يا نهار. أنا هقول لكم سر بعد إذن الأستاذ راوراو، قبل ما تسحب قبل ما تفتح أو جهز نفسك. قابلت الأستاذ مصلحي قبل القرعة على طول، قال لي والنبي أي فرقة إلا الهلال. ربك ربك. وتحققت النبوءة. اتفضل. نادي الوصل الإماراتي. نادي الوصل الإماراتي. توصل. طيب قبل ما تسحب، باعتبار حضرتك أمين عام هنا، تتمنى يلعب فين الوصل؟ أدري أسأل الوصلوية وين؟ في الوصلوية فين؟ عايزين كام؟ 8 8؟ برضو؟ طيب يلا. توقع مع الأهلي. توقع 3 والله أعلم. ثلاثة. رقم 3 الوصل والأهلي. 3 يبقى الوصل الماتش الأولاني على ملعبه أمام الأهلي السعودي، والعودة طبعا على ملعب الأهلي السعودي. قبل الأخير، نادي المريخ نادي المريخ السوداني. المريخ المريخ السوداني. فاضل لك رقمين. ما خلاص اتعرفوا كده، اتعرفوا الفريقين اللي فاضلين. بس الترتيب ده. الترتيب بس. مولودية. طبعا الحج روراوة مختار مع المريخ. واضحة. مولودية يعني. رقم 8. رقم 8 مباراتين. رقم 8، يبقى هيلعب العودة على ملعبه، يعني العودة في السودان. آخر فرقة طبعا. والذهاب في الجزائر عن مولودية الجزائر. عند حضرتك. نادي مولودية الجزائر. مولودية الجزائر، ويبقى أكيد الرقم هيبقى 7 أكيد، نشوفه. رقم 7. رقم 7. قبل ما نقول بسرعة جدا الحقيقة، لابد من تحية واجبة من القلب لصاحب هذه الفكرة العبقرية. كل